طبعا احنا بيشرفنا ان نكون موجودين كوزاره البيئه جهاز شؤون البيئه في اسكندريه في فعاليه من اهم الفعاليات اللي بتتم على ارض اسكندريه، وهي فعاليه اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ. ودي الحقيقه فعاليه دوليه بتتم كل سنه في يوم 17 سبتمبر. الفعاليه دي مش بتتنظم في مصر بس، دي بتتنظم في 198 دوله حاليا النهارده في نفس التوقيت بيعملوا نفس الانشطه على مستوى العالم، وفي اكتر من 20,000 متطوع شغالين برضو بيعملوا نفس الانشطه على مستوى العالم. وبالتالي مصر مش بعيده عن المشاركه في كل الاعمال البيئيه من خلال اهتمامها الشديد بالبيئه وكمان التزاماتها الدوليه والاتفاقيات الموقعه عليها مصر لحمايه الشواطئ. النهارده احنا عندنا فعاليه اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ. احنا النهارده في مجموعه من الغطاسين من منظمات المجتمع المدني وتحت رعايه محافظه اسكندريه بيتم تنظيف قاع البحر. وقاع البحر الحقيقه يعني بالرغم ممكن يكون شايل مخلفات لكن ما بتبقاش باينه على وش الميه، وبالتالي بيبقى ليها تاثير سلبي لكن احنا مش حاسين بيه. الحقيقه النهارده في الغواصين والغطاسين قدروا يطلعوا كميه من المخلفات. الهدف من الموضوع ان احنا بننظف البحر من المخلفات عموما واهمها المخلفات البلاستيكيه. والمخلفات البلاستيكيه الحقيقه دي من اخطر المخلفات مش بس على البيئه البحريه لكن كمان على صحه الانسان، لانه المخلفات عموما البلاستيكيه لما بتتحلل في البحر بتطلع ما يسمى بالمايكرو بلاستيك، والمايكرو بلاستيكس دي لما بتتغذى عليها الاسماك وبالتالي بعد كده الانسان بيتغذى على الاسماك فبتوصل للسلسله الغذائيه بشكل او باخر. عشان كده اهتمامنا النهارده بتنظيف الشواطئ، بتنظيف قاع الشواطئ مش بس بهدف التنظيف لكن بهدف كمان توعيه الناس اللي قاعدين المصطفين اللي موجودين على الشاطئ ان احنا المخلفات دي لما بتوصل البحر ليها تاثير سلبي، وبالتالي هم كمان يعني سلوكياتهم بتتغير لما بيشوفوا ان دي ليها تاثير سلبي عليهم. قيمه هذه الفعاليه قبل انطلاق قمه المياه؟ طبعا الحقيقه كمان الفعاليه دي مش اول مره تتنفذ، احنا عملنا في اسكندريه حوالي 32 فعاليه زي دي، منهم فعاليه دخلت موسوعه جينيس كاطول حمله تنظيف شواطئ على مستوى اسكندريه بطول 8 كيلو. طبعا احنا كل دي استعدادات بتقوم بها مصر بتبين اهتمامها البالغ بالبيئه، وخصوصا ان احنا بصدد تنظيم المؤتمر 27 لمؤتمر الاطراف الخاص بالتغيرات المناخيه الكوب 27 في شرم الشيخ. طبعا حضرتك تزامنا وتضامنا مع اليوم العالمي للنظافه اللي بدا سنه 2008 في دوله في شمال اوروبا اسمها استونيا، اليوم ده خصصوه هنعمل يوم للنظافه. بدات حضرتك ان انا هذا اليوم طبعا هو اليوم السبت الثالث من كل شهر سبتمبر كل عام، انضم اليوم 13 دوله، بعد كده وصلنا لحد 156 دوله على مستوى العالم بتهتم بموضوع النظافه خاصه على الشواطئ المصريه. لقيت حضرتك اقدر اقدم من مجال الغوص ان انا اجيب غواصين هواه ومحترفين من الغردقه وشرم الشيخ ومن منتسب كليه التربيه الرياضيه ومن بعض غواصين الخيل. عرضت عليهم الفكره وقلت لهم ايه رايكم نعملوا فعاليه كبيره جدا ونقول للعالم كله ان احنا المجتمع السكندري او المواطن المصري اللي هو من طفل لسيده لانسه لرجل لشاب قادرين على ان نقوم بعمل نظافه لبعض الشواطئ. احنا بنعلم الاطفال ازاي من صغرهم يتعودوا على النظافه ويحافظوا على المكان اللي هم بينزلوا فيه. معانا اطفال هنا بياخدوا معانا كورسات دايفنج بينزلوا مع الكابتن بتاعهم المياه